رب فرج الكرب عن المكروبين، وادي الدعوة للمدينين، واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، واخرجنا من هذه الدنيا غير فاتنين ولا مفتونين. واشهد ان لا اله الا الله، يقصد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ليتوب مسيء النهار، ويقصد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينادي ويقول عبدي أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. عبدي عبدي أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. يا رب يا رب يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن أصرك عظمه. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: يا رسول الله أوصني. قال له الحبيب المصطفى: عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله، فإنها رأس الأمر كله. قال: زدني. قال: زدني يا رسول الله. قال له مبعوث العناية الإلهية: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض ذخر لك في السماء. سيدي سيدي أبا القاسم يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشرف مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، القلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه العلم. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فأحوات الإسلام وحرات العقيدة، متى ولماذا، متى ولماذا، سؤالان أطرحهما وأستمد العون من الله لأجيب عليهما، ومع الدرس الثامن والخمسين والمئة أقول: متى نزل قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله؟ والإجابة على هذا السؤال في كلمات. نزلت هذه الآية الكريمة في سورة التوبة، ونزلت سورة التوبة في العام التاسع من الهجرة
بعد ان اتم الله على النبي نصره في جميع الغزوات. اذا لقد نزلت بعد حادث الهجرة بتسع سنين. فلماذا لم تنزل هذه الآية بعد خروج النبي المصطفى من الغار فورا؟ وإلى هنا ألج باب السؤال الثاني. إذا كانت هذه الآية الكريمة نزلت في العام التاسع من الهجرة وهي آية الهجرة، فلماذا تأخر نزولها تسع سنوات؟ ولماذا لم تنزل عقيب خروج النبي وصاحبه أبي بكر من غار ثور؟ لماذا؟ أما الإجابة على لماذا، فليقول ربك للبشرية إنني نصرت محمدا في جميع الغزوات حتى أتم الله النصر عليه في جميع المواقف التي وقفها النبي المصطفى. لو نزلت هذه الآية بعد خروج النبي من الغار لقال القائلون إنه انتصر في معركة الهجرة وحده. ولو نزلت هذه الآية بعد بدر لقال القائلون إنه انتصر بعد بدر وحدها. ولكن ربك أنزلها بعد الغزوات جميعها ليقول للبشرية جمعاء إنني نصرت محمدا في كل المواقف. ثم أسأل سؤالا ثالثا، ولماذا طرحت هذين السؤالين؟ متى ولماذا؟ إنني في هذا المقام أريد أن أصحح دعوى باطلة، وهذه الدعوى الباطلة روج لها المنافقون وروج لها الذين يسعون وراء المناصب الزائلة بعدما وقعت النكسة الكبرى في اليوم الخامس من شهر يونيو عام 1967. وكنا يومها وراء القضبان في السجون، وما ظلمنا وما جنينا، ولكن كانت كل الجنايات اننا رفعنا اصواتنا بقول لا اله الا الله. ووقعت النكسة وكان لا بد ان تقع، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغزو غزوة واذا اراد ان يسير سرية جمع الضعفاء وذوي العاهات والمرضى وقال لهم انا قادمون على قتال فادعوا الله لنا ان ينصرنا. يا رسول الله يا من قلت وقولك الحق انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يا رسول الله يا من رويت عن ربك يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة. وطالعت الصحف على ألسنة المنافقين بعد النكسة يريدون أن يمسحوا جراح الزعيم الخالد، ولم يجدوا ما يمسحون به جراح الظلم
الا ان يقولوا له لا تحزن فقد هزم النبي يوم احد. وقلت سبحان الله، هزم النبي يوم احد، والله لقد هزلت وبان من هزالها انسامها كل مفلس. هزم النبي، كلمة النفس لا تطاوعني ان ارددها على لساني. هزم النبي، فقال الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الم يكن النبي مؤمنا؟ الم يكن النبي مؤمنا يوم احد؟ فقال يوم بدر لا اله الا الله، وقال يوم احد لا اله والحياة مادة. واذا كان النبي قد هزم يوم احد، فمن هزم النبي؟ من هزم النبي؟ هزمه ابو سفيان الذي كان يومها مشركا. اذا تقولوا ايها المنافقون وكان حقا علينا نصر الكافرين، ما هذا؟ ما هذا؟ ايبلغ النفاق بالناس الى ان يتهموا النبي بالهزيمة؟ قلت سبحان الله، وما هو وجه الشبه بين النبي وبين الزعيم الخالد؟ أهناك وجه شبه؟ أهناك وجه شبه بين المعصوم وبين رجل ملأ طباق الأرض جورا وظلما؟ وأردت بعد ذلك أن أكرس هذه الحقائق لأبين لكم أن هذه الدعوة النفاقية ولو صدرت من أصحاب العمائم إلا أنها دعوة لا يراد بها وجه الله، ولكن كان يراد بها وجه الحاكم. وهل هناك أعلى من الله؟ وهل هناك حاكم إلا الله؟ تعالوا أيها السادة الأعزاء لنناقش غزوة أحد. اما غزوة احد فقد وقعت في اليوم الخامس عشر من شوال عام 3 من الهجرة، الزمان 15 شوال، المكان بقرب جبل احد، وجبل احد يبعد عن المدينة المنورة شمالا بميل، يبعد ميلا جهة الشمال عن مدينة الحبيب المصطفى. وقد وقف النبي على جبل احد ذات يوم، وكان معه ابو بكر، وكان معه عمر، وكان معه عثمان. فلما وقفوا على احد ارتج الجبل، فقال له الحبيب المصطفى اثبت يا احد، فان فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. اثبت يا احد، اثبت يا احد، فإن فوقك نبيا هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، وصديقا هو أبو بكر الذي قال فيه المصطفى ابو بكر كالغيث اينما وقع نفع، وشهيدين عمر
الذي طعن ثلاث طعنات بخنجر مسموم وهو يقف بين يدي الله في صلاة الفجر وحمل الى بيته والدماء تسيل منه ولم يكمل صلاة الفجر وبعدما افاق من طعناته واغفاءته سأل الذين حوله سؤالا واحدا قال لهم هل صلى المسلمون الفجر سؤال هل صلى المسلمون الفجر وهو في اقصى درجات المحنة لا يسأل عن خليفته الذي سيلي الامر بعده لم يكن هناك صراع على كرسي السلطة لانها كانت مسؤولية ان الحبيب يقول انكم ستحرصون على الامارة وانها لخزي وندامة يوم القيامة هل صلى المسلمون الفجر قالوا نعم يا امير المؤمنين قال من الذي طعنني عمر الذي حكم المسلمين 10 سنوات طوق فيها بذراعيه اكبر امبراطوريتين الروم والفرس جعلهما تحت قدميه امريكا وروسيا امريكا هي الروم وروسيا هي الفرس من الذي طعنني قالوا له عبد المجوسي فخر ساجدا لله سجود الشكر وقال الحمد لله الذي جعل مصرعي على يدي رجل كافر لم يسجد لله سجدة واحدة يحتج بها علي امام الله امام الله لك الله لك الله يا فاروق لك الله يا فاروق هذه الامه لم يكن يعرف القطط السمان ولا البقرات السمان لم يكن يعرف البنود السريه في بنوك سويسرا لم يكن دجالا ولم يكن كذابا ولم يكن مهرجا سياسيا يوم قالت له ام كلثوم كوكب الاسلام زوجته وبنت علي بن ابي طالب وفاطمة بنت رسول الله قالت له يا امير المؤمنين نفسي تشتهي شيئا من الحلوى فقال لها ومن اين اتيك بثمنها قالت له لقد وفرت مصروفها ثمنها من مصروفي اليومي فقال لها ماذا يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى تقومي لبيت المال رديها اسمعوا امجادكم اسمعوا عصائم الرجال اسمعوا هذه الجبال الشامخة الرؤوس قطعة من الحلوى وفرت ثمنها وهي من هي من هي ام كلثوم بنت علي بنت فاطمة بنت رسول الله بنت رسول الله من اين لي ثمن الحلوى فاشريها هذا ثمنها وفرته من المصروف اليومي ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى فقومي لبيت المال رديها ماذا اقول عنك يا ابن الخطاب
تأخر ذات يوم عن خطبة الجمعة وانتظر المسلمون قدوه، واذا به يخرج متأخرا ويصعد المنبر فيحمد الله ثم يقول: ايها الناس، لعلكم تتساءلون لماذا تأخرت؟ والذي بعث محمدا بالحق ان الذي اخرني انني لا املك الا قميصا واحدا غسلته وانتظرت حتى يجف والبسه. قميص واحد. امير المؤمنين، امير الدنيا، يلبس قميصا واحدا لا يملك سواه كم سياره كم استراحه كم مليونا كم عبدا كم خدما كم حشما كم وكم وكم الى اخر الكمات التي لا تكاد تنتهي. لا شيء، لا شيء. قميص واحد يغسى فلا يجد له بديلا ويتأخر عن خطبة الجمعة حتى يجف القميص. نعم نعم، هؤلاء ناس كانوا لا يقصدون من الدنيا شيئا، لانهم قال الله فيهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه هو، وجهه هو وجه الله. والشهيد الثاني عثمان الذي ضرب ومات واستشهد وهو يفتح المصحف ويقرأ كلام الله، وقبل ان يموت رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مع صاحبيه ابي بكر وعمر، وبيت عثمان كان محاصرا وقتها، وقال له الحبيب المصطفى، وكان عثمان يومها صائما، قال له: يا عثمان، ان شئت دافعنا عنك باذن الله، وان شئت افطرت عندنا اليوم. فقال عثمان: بل افطر اليوم عندكم يا سيدي يا رسول الله. وتناول طعام الافطار في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ايها السادة الاعزاء، اثبت احد، فان فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. ان غزوة احد انزل الله في حقها 60 آية في سورة آل عمران، من اول قوله جل جلاله: واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، الى قوله تعالى: ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير. وقد خرج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الى احد على رأس الف يقولون: لا اله الا الله. ولكن كبير المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول لم يرضه هذا الجهاد، فحرب 300 على الرجوع، فرجعوا وبقي مع النبي 700 يرفعون لا اله الا الله عاليا. وخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم الى ميدان القتال، وكانت كلمة السر يومها: يا منصور امت امت.
وبعدما ركز النبي الخريطة على الميدان وطبقها امر 70 من الجيش ان يظلوا على الجبل لا يتحركون، وكان على رأسهم لواء الاسلام عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وكانت عدد قوات العدو 3000، كان عدد قوات المشركين 3000، ومعهم 100 فرس، ومعهم 700 من المدرعات، ومعهم 3000 جمل، واستعد الفريقان للقتال. تعالوا لتروا مجرى العمليات العسكرية في الميدان. وانا اقول لهؤلاء المنافقين المنحرفين لا تتهموا حبيب الله بالهزيمة، ان الله قال بعد الغزوات كلها الا تنصروه فقد نصره الله. انني اقول لهؤلاء افهموا القواعد العسكرية، ان غزوة احد مرت بثلاث جولات. مر القتال يوم احد بثلاث جولات، بثلاث مراحل، بثلاث فترات، بثلاثة اطوار. الطور الاول هو طور نصر المبين المؤثر، 700 يقاتلون 3000. صدرت الاشارة ببدء القتال من القائد العام للقوات الاسلامية المسلحة سيدنا ونبينا محمد رسول الله، ونزل حمزة بن عبد المطلب الميدان، ودارت راح الحرب، وحمي الوطيس، واشتد القتال، وكانت رقاب المشركين تطير على سيف حمزة، ونزل علي بن ابي طالب الميدان القتال، وساحة الوغى، فخرج له رجل من بني عبد الدار يحمل لواء المشركين فقتله علي، فخرج الثاني فقتله علي، حتى بلغ عدد القوات الذين قتلوا من المشركين بيد علي 9 قوات. هذه هزيمة ام هذا نصر مبين؟ هذا نصر. وتمت الجولة الاولى على خير حال، على خير حال، واذا بالمشركين يولون الادبار منهزمين، وراى الذين يحاصرون ويقفون على الجبل ليحموا ظهر الجيش الاسلامي، راوا ان النصر قد تم، فنزلوا وظنوا ان المعركة قد انتهت، وغادوا الجبل الذي وصاهم النبي الا يغادروه باي حال، ظنوا ان المعركة قد انتهت. فقال لهم عبد الله بن جبير: لا تفارقوا الجبل، لا تفارقوه ابدا، لكنهم ظنوا ان المعركة قد تم، وقد وضعت اوزارها وتمت الى غاية الملاحي، فنزلوا، وبقي عبد الله بن جبير مع 10 على ظهر الجبل، وكان خالد بن الوليد يومها قائد سلاح الفرسان للمشركين، وكان على ميمنة الجيش، وكان عكرمة بن ابي جهل على ميسرة جيش المشركين، واذا بخالد ينتهز الفرصة ويضرب حركة التفات على الجيش الاسلامي، وعندئذ لم ينهزم المسلمون ايضا،
فأصلوا يستميتون في القتال حتى قتل حمزة رضي الله عنه. وفي هذه المرحلة الأولى يقول مولانا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني تستأصلونهم عن آخرهم استئصالا. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ عندما ضرب خالد حركة التفاف على الجيش استمد المسلمون في القتال الى ابعد مدى، حتى ان حنظلة بن عامر رضي الله تعالى عنه كانت ليلة كفافه ليلة السبت، ولما قام من نومه ليرفع الجنابة سمع المنادي يقول: حي على الجهاد. وكان قد صب الماء على شقه الايمن فقط، صب الماء على الشق الايمن ولم يكمل غسله في اول ليلة من ليالي زفافه، لم يكمل غسله. فقال في نفسه: لو انني اكملت غسلي ربما فاتتني المعركة. فلبس ثيابه وهو لم يطهر الا جنبا واحدا، ونزل الميدان يوم احد وخر على الارض شهيدا. وعلم النبي ماذا حدث لحنظله، انبأه العليم الخبير، فقال لاصحابه: ايها الناس، ان صاحبكم هذا نزل المعركة جنبا فامر الله الملائكة ان تغسله بعد موته. امر الله الملائكة ان تغسله. ولذلك اعطي يومها نشالا ووساما، فكان حنظلة يسمى مغسل الملائكة. مغسل الملائكة. هل انهزم المسلمون في الجولة الثانية؟ لا، لقد استماتوا في القتال، استماتوا. حتى ان حمزة رضي الله عنه لما خر على الارض شهيدا وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره، ذهب النبي اليه ووقف على جثمانه وبكى بكى، وجثمان حمزة على الارض وقد فتح بطنه وقطع انفه واذناه، وحاولت هند ان تمضغ الكبد فلم تستطع، حاولت ان تبلعه فلم تقوى على ذلك فرفضت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو انها بلعت كبد عمي ما مس النار جسدها اكراما لكبده. انها لم تستطع. ووقف النبي يومها يقول: والله يا عمي ما فجعت في احد كما فجعت اليوم فيك، وما وقفت على احد مثل موقفي هذا عليك، ولئن امكن لله منه لأمثلن بسبعين او مئة. فماذا كان رد ربك على ناشر الهدى وواسع الندى؟ لقد ارسل الامين جبريل كبير الانبياء، سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء، ارسله ربك ببرقية عزاء عاطرة في حمزة: اسمعوا نصها كما جاءت، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ايها السادة الاعزاء، ونزلت هذه البرقية على قلب رسول
رسول الله بردا وسلاما. وقال بل ارضى واصبر يا رب العزة سادتي واخواني لأترك الآن المعركة دائرة في الجولة الثانية وبعد جلسة الاستراحة أعود بكم إلى ميدان أحد مرة أخرى. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا الان الى ميدان احد. نحن الان في الميدان، ارى الان امامي جماعة من اصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم يحيطون به في الميدان، وارى رجلا كافرا ملحدا يسمى ابي بن خلف ينادي باعلى صوته ويقول: اين محمد لاقتله؟ والله لا نجوت ان نجا. ابي بن خلف ينادي: اين محمد؟ يريد ان يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصحاب رسول الله يسمعون ولكنه لا يريد ان يندفع. واذا بالحبيب يقول لاصحابه: خلوا بيني وبينه. ويخرج النبي الان لينازل ابي بن خلف فيرميه بسهم فيؤذيه قتيلا. ولم يقتل رسول الله غيره طول حياته. الرجل الوحيد الذي قتله الحبيب المصطفى ابي بن خلف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: شر الناس من قتل نبيا او قتله نبي. شر الناس من قتل نبيا او قتله نبي. وها انا ذا الان ارى عمرو بن الجروح ياتي الى الحبيب المصطفى يستأذنه في القتال يوم احد. وكان عمرو اعرج، كان يعرج برجله، فقال له الحبيب: يا عمرو ان الله قد عافاك من الجهاد. فقال عمرو: ولكني اريد ان اقع بعرجتي هذه في الجنة يا رسول الله فلا تمنعني. وينزل عمرو ميدان القتال يوم احد ويقتل من المشركين ما يقتل، وبعدها يخر شهيدا. وفي ساعة طفت سماؤها يقول الحبيب لأصحابه: إن صاحبكم قد وقع اليوم شهيدا، وإنني أراه الآن يسبح في رياض الجنة بعرجته.
وانتهت الجولة الثانية ولم يسمها القرآن هزيمة، انما قال فيها حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، اي النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. انتهت الجولة الثانية بالثبات، بالثبات الاكيد، ولم يفر احد، وظلوا صامتين صابرين. وعندئذ ولى ابو سفيان وجيشه ولوا منصرفين الى مكة، واذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم مع اصحابه اشد من الجبال في ثباتها. وعندئذ تبدأ الجولة الثالثة. ما هي الجولة الثالثة التي نسيها الذين اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالهزيمة؟ كيف كانت؟ ان ابا سفيان ارسل الى قيادة المسلمين يقول للحبيب عليه الصلاة والسلام: يا محمد، انا راجعون الى مدينتك وسنقاتلك في مدينتك. واذا بالحبيب يعلن حالة الطوارئ في جيش المسلمين ويطارد ابا سفيان وجنوده على بعد 8 كيلومترات من المدينة المنورة، واذا بالقرآن الكريم يلزي الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا حدث؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نتيجة المعركة البلاء الحرب يوم احد، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. تعالوا بعد ذلك لنقول الكلمة الفاصلة لمن اساء الادب على مقام الرسالة، على مقام النبوة المحمدية. تعالوا نسألهم هذا السؤال: بما تتحقق الهزيمة؟ متى يقال على الجيش انه قد انهزم؟ متى يقال للأمة إنها قد انهزمت؟ متى يقال للدولة إنها قد انهزمت؟ يحكم بالهزيمة على أي دولة؟ بثلاثة أشياء، أو بأحد ثلاثة أشياء. الشيء الأول: إذا اغتصبت الأرض، كما حدث في حرب العرب مع اليهود في 48 و56 و67 الى يومنا هذا. اذا اخذ العدو من عدوه ارضا حكم على الدولة بالهزيمة. فهل اخذ المشركون من مدينة رسول الله شبرا واحدا؟ هذا سؤال. هل استولى معسكر الشرك على شبر واحد من معسكر التوحيد يوم احد؟ ظلت المدينة كما هي، بل ان المعركة دارت خارج المدينة عند جبل احد على بعد ميل شمال المدينة. هل تركت حدود المدينة المنورة؟ فأخذ أبو سفيان وجيشه شبرا واحدا؟ لا. أما يوم النكسة فقد أخذوا سيناء والجولان والضفة الغربية،
فكيف تشبهون الثرى بالثريا؟ وكيف تشبهون التراب بالسحاب؟ وكيف تشبهون مسابح الاسماك بمدارج الافلاك؟ سبحانك هذا بستان عظيم. يا الله لم ياخذ المشركون شبرا واحدا من ارض رسول الله. ويوم النكسة يوم النكسة اخذ سيناء والجيلان سيناء واعطى الجيلان ومرتفعاته والضحة الغربية ومدينة القدس والمسجد الاقصى. المسجد الاقصى الذي لم يرتفع صوت بالدفاع عنه والمسجد الاقصى. المسجد الاقصى الذي لم يرتفع صوت بالدفاع عنه واصبح المسلمون في غفلة عنه كأنه لم يكن مسجد اسراء النبي محمد. يوم احد لا لقد ولوا الانصار الى مكة بعد المعركة دون ان يعسكروا في شبر واحد. المرحلة الثانية يقال على الهم انها الهزمة اذا غيرت عقيدتها. المسلمون عندما نزلوا المعركة يوم احد كانوا يرفعون لا اله الا الله وبعد المعركة رفعوا لا اله الا الله. هل غيروا لا اله الا الله؟ هل كانوا مسلمين قبل المعركة وانقلبوا كافرين بعد المعركة؟ لا. ان الله تعالى يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هل غيروا العقيدة؟ هل دخلوا المعركة مسلمين؟ هل دخلوا المعركة مسلمين وعادوا اشتراكيين؟ هل دخلوا المعركة موحدين روحيين؟ هل دخلوا المعركة يقولون لا اله الا الله وعادوا ينكرون توحيد الله؟ لا. الامر الثالث القضاء على الجيش. اذا قضي على الجيش كانت هذه هزيمة. فهل قضى المشركون على جيش الحبيب المصطفى؟ لم يحدث ذلك. ان عدد القتلى من المشركين كان 22 وكان عدد القتلى او الشهداء من المسلمين 70 فقط من 700. 70 من 700. اتصوروا هذه هزيمة. وكانوا يقاتلون 3000 ومع ذلك اذا نظرت الى النتائج يوم احد رأيت ان النصر فيها كان اعظم من نصر يوم بدر. لماذا؟ لانها كانت سببا في فتح الاسلامي الكبير. كان خالد بن الوليد الذي قاد جيش المشركين يوم احد على رأس قسالها كافرة فخرج بعد احد موحدا بالله رب العالمين. وكذلك عكرمة بن ابي جهل وكذلك ابو سفيان وكذلك وحشي بن حرب قاتل حمزة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اريد ان اسلم لولا آية نزلت عليك. قال له الرسول وما هي يا
وحشي. قال له وحشي. قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. وانا قد اشركت وقتلت وثنيت. واذا بالايه الكريمه تنزل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واذا بوحشي يقول يا رسول الله لقد تبت ولكنني لم اعمل صالحا. واذا بالاية تنزل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول وحشي يا رسول الله لعلي لا اكون ممن يشاء الله. واذا بالاية تنزل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ايها السادة الاعزاء كان يوم احد يوم رفع وقال الله في نتيجته وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبت ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله فيه ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يبتغي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله. أبعد هذا يقال ان هذه كانت هزيمة ايقال على جيش قائده محمد انهم هزموا ايقال ان هذه كانت نكسة؟ لا، لان الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لم تؤخذ الارض ولم يغير المبدأ ولم يقضى على الجيش فمن اين تأتي الهزيمة؟ ان العزائم لا تنزل على المؤمنين الصادقين انما تنزل على المعاندين المكابرين تنزل على المنافقين الذين يحاربون الله. لقد اتيت وانا اقرأ هذا الحادث الاليم. اسمعوه فان فيه مأساة وفي المأساة ملهاة. نشروا هذا الاسبوع ان احد الناس كان يقف في احد قوابير الجمعية الاستهلاكية ولما اشتد الزحام على شراء الدجاج نزل امين الشرطة ليضرب الشعب ليضرب الشعب الباب. وبأي شيء يضربه السيد الامين؟ يضربه بحزامه. واخذ يضرب المواطنين حتى جاء الحزام على عين سيدة ففقعها. ونقلت الى المستشفى سيدة. يتصور كل منا ان هذه امه او اخته او بنته او زوجته. السيد امين الشرطة ينزل ويضرب البؤساء الذين
الذين يقفون من الخامسة فجرا في طابور له شهر وعقده عشر في دولة تبيع الدجاج والسمك، دولة تبيع الدجاج والسمك. السيد امين الشرطة ينزل ويستعمل الحساب ويضرب البؤساء، يضرب البؤساء، ويعلم الله ان قراتين الدجاج تصل الى الفتوات في بيوته. يستعمل حساب ويضرب الناس، ويأتي الحزام على عين امرأة فتسيل عينها على خدها دمع وتحمل الى المستشفى. وعندما افاقت من العملية بعد استئصال عينها، بعد استئصال عينها سألت اين نصيبي من الدجاج؟ لا اله الا الله. امين الشرطة، الى متى سيظل هذا الشعب في هذا البؤس؟ ومن يوم التمينا كل منافس بالامين ضاع في الامان. الامين الاول اللجنة المركزية، امين الشباب، امين الشرطة، امين الصندوق، اين الامانة عند هؤلاء؟ اين الامانة عند هؤلاء؟ سيدة تضيع احدى عينيها بالضرب. ان شعب مصر قضى حياته في ذل، قضى حياته في ذل من يوم ان بنى الاهرام وحفر القناة. ان الناس ينظرون الى الاهرام والقناة على انهما مسخرتان، ولكني انظر اليهما على انهما رمزان للسل والهوان. شعب يحمل الاحجار على ظهره والصياط تلهبه، ويبني اهراما ليدفن فيها الفراعنة، وشعب يحفر القناة بأظافر يديه وبأسنانه، ويموت منه 80 ورقة في حفر القناة، في حفر القناة. وبعد ذلك يسعى وراء لقمة العيش فيضرب بالحزام من أمناء الشرطة. إن الجمعيات الاستهلاكية بقية من بقايا تيتو، بقية من بقايا النظام، النظام الصالح. ان الحبيب عليه الصلاة والسلام ينادي ويقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، طرابير ونساء ورجال واطفال وضرب وشتم وسب لدين الله. املاء، اهذه اخلاق الاملاء؟ اهذه هي الامانة؟ الامين الاول للجنة المركزية، امين الشباب، امين الشرطة، امين الصندوق، وتبحث عن الامانة عند واحد من هؤلاء فلا تجد لها اصلا، لا تجد لها اصلا. كفى ارهابا، كفى ارهابا، وكفى ذلا، وكفى اهانة. اذا كنا نريد الاصلاح حقا، اذا كان المسؤولون عندهم صدق النية على الاصلاح، فليبيعوا القطاع العام كله سرقات، كله سلب، كله له، بيعوه وخلصوا الشعب مما
ان البنك الاهلي اختلف منه 1,600,000 جنيه. البنك الاهلي ايام كان في ايدي الانجليز لم يختلف منه جنيه واحد. ولما اصبح تحت ايدي المصريين اختلاف 1,600,000 جنيه. وبعد ذلك ارفعون الشعار الكاذب القصة بالدماء. الامين الاول للجنة المركزية يقول هل كفنا اننا لن نذبح القطة بالدماء. ابدأ بنفسك. الى متى هذا التحريك؟ مواطن بايت يرفع صوته الى المسؤولين يقول اصيبت امرأتي بالسرقاء وصدر قرار بمعالجتها ب300 جنيه ودخلت معهد السرقاء 27 ديسمبر وخرجت 21 يناير وكل المصاريف التي صرفتها في هذه المدة 120 جنيها. وفوجئت بالمعهد يطلبها وسألت لماذا تطلب لها؟ فقالوا لان حالتها ميؤوس منها. ويناشد المعهد ان تظلت المعهد حتى تلقى الله فان التسكين افضل من النار التي ترعى في جسمها. لماذا تركتم هذه البائسة؟ لماذا تركتموها وما زال يسقى منا بلغها الشيء الكثير؟ لماذا تركوها؟ لانها لا تملك وصفة وليس له من يتكلم بلسانه، ليس لها من يتكلم دفاعا عنها. لماذا تركوها؟ والحبيب عليه السلام يقول من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يا معاشر السادة، ما كنت اظن ان فساد الاخلاق يصل بالامة الى هذا الصدد. اسمعوا هذه المأساة التي عشتها منذ يومين. توفي احد الاباء وترك اولاده، وكانت الجثة جاهزة للدفن في الساعة العاشرة صباحا. واتصلنا بالحانوت ليحضر الخشبة من منشية الصفر الى مقابر الغفير. فقال اخذ 5 جنيهات. فقلنا له احضر. وفي الساعة 11 اتصلنا به لماذا لم تحضر؟ فقال اخذ 7 جنيهات. فقلنا له احضر. وفي الساعة 1 قال 9 جنيهات. حتى بلغت الساعة 4 فقال 10 جنيهات. واتصلنا بحانوتي غيره في العباسية فقال 12 جنيه. طلبت 10 جنيها في توصيل جثة رجل مات وخلف يتامى. ومع ذلك الحانوتي لا يرضى باقل من 12 جنيها. والمسافة كلها لا تزيد عن 3 كيلومترات. لو ان السفتي قطعها ما زاد عن 25 قرشا. قلت سبحان الله، اثبت المواصلات وصلت الاموات. وصلت الاموات. الى هذا الحد وصلت الاخلاق. حانوتي في العباسية وحانوتي بعبدين. توصيل الميت وصل من منشية الصقر الى مقابر الغطير 12 جنيه. ومن هذا
توصيلي يشيدون العمارات ويركبون السيارات. لماذا لا تضم ملكات الحانوتية الى ملكات القطب السماد من دفن الموتى، من جري الموتى، من عرق الموتى؟ اذا وصلت الاخلاق الى هذا الحد فكثر على الامة اربع تكبيرات وصل عليها صلاة الجنازة. لقد وصلنا الى حال نفاصل في دفن الموتى ونقلها. ازمات، انها ازمات اخلاقية، انها ازمات الضمير. يا شعب مصر، ان طريق صلاحنا في الصلح مع الله، ان طريق نجاتنا في معرفة الله، ان طريق نجاتنا في كتاب الله. ودعوكم مما تسمعونه آناء الليل واطراف النهار، اننا ورثنا عبءا ثقيلا وهو عبء الظلم، عبء الظلم والبهتان الذي ورثناه. واخلاقنا في المليار وضمائرنا في ضياع. اللهم اني اسالك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمته الحق والدين. اللهم اسع على عبادك اجمعين. اشف مرضانا، ارحم موتانا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما الذي قام بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نجاتك يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. انا عايز اسمع منك لا اله الا الله. إذ نادى ربه نداء خفيا ناداه سرا لأن الله تعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولذلك شوف الأعراف اللي جاي سيدنا النبي بيقول يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه. ربنا غير لما الواحد ينادي عليه سرا ولا بعيد لابد ينادي عليه جهرا. وقبل ان يجيب حبيبنا وحبيب قلوبنا قبل ان يجيب حبيبنا محمد اذا بالامين جبريل انزل لقول الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب. يا سلام فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا. صلى على الحبيب. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. شوف في اسئلة كثيرة كانت متوجهة لسيدنا النبي وكل ما يوجه للنبي سؤال ربنا يقول له كل يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. ويسألونك عن المحيط قل هو اذى. يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفسا. يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كل النبي ما يسأل سؤال ربنا يقول له قل الا آية واحدة شال منها كلمة قل بيخليها مباشرة بين العبد والرب اللي هي ايه واذا سألك عبادي عني ما تبقى قل اني قريب. ربنا اللي جاوب على قل الف اني قريب مفيش وقت بينك وبين ايدك. وحد الله لا اله الا الله. يا سلام يا سلام بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي
قبيل العقد من ربكم. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. على طول كده ما اجي للنبي تقول اني قريب، فاني قريب. اجيب دعوة الساعي اذا دعا. يجي واحد يقول لك ما انا غزل وريني نجس من الدعاء. انا تقول كده كل لبع يقول لك ياك وريني نجس من الدعاء. ما غلوبنا بقى دعاء كلمة واحد ياك. ايه المسألة دي؟ اعلم ان الله قد اخذ على نفسه وعدا وعهدا. عليه ادعوني استجب لك. قلت لك مش لازم. ادعوني استجب لكم. يعني انت ادعوني استجب لكم. تبقى استجب بوعد وعهد من الله. والله لا يخلف الوعد ولا ينقص العهد. وانت نزل. لا، ما هو الدعاء على ثلاثة اقسام. الدعاء على ثلاث اقسام. قسم يعجل في الدنيا ان كان الخير في التعجيل، وقسم يؤجل الى الاخرة ان كان الخير في التأثير، وقسم يخفف القضاء النازل من السماء. ايه المسألة دي؟ فضل واحد الله. قل لا اله الا الله. قسم يؤجل ان كان الخير في التأثير. يعني افرض ان انت قلت يا رب انا عايز 1000 جنيه وعمارة محرم بيه وعربية تفر ليه ورقم وانتر. قلت لك من قبول الدعاء شكله ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ليستجيب الدعاء على حسب حكمتكم. انت لو قلت لك 1000 جنيه بعد ما تيجي تصلي معانا هنا وتخدم الصلاه هتقعد على نص عماد الدين، مش هتعرف المسجد، لان المسجد ده بتاع الناس الغلابه اللي بيقعدوا على الارض، انما انت بعيد من الناس اللي فوق. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فالخير أن يؤجل هذا الدعاء إلى الدار الآخرة. هيدينك بدال العربية السفر ليه والعمارة اللي محرم بيه، هيديك فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوطها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولذلك شوفوا سيدنا عثمان بن عفان ذهب ليعود عبد الله بن مسعود في مرض موته. ابن مسعود مريض مرض الموت. سيدنا عثمان ذهب ليعود فبيسأل ابن مسعود هذه المسائل. بيقول له يا ابن مسعود اي شيء تشكو؟ بتشتكي من ايه؟ طبعا منتظر ابن مسعود يقول له عندي حموضة في المعدة، عندي كحة، عندي انفلونزا اسيوي. لا، شوف ابن مسعود بيقول ايه؟ اي شيء تشكو؟ قال له اشكو كثرة ذنوبي. يا سلام. قال له فاي شيء ترجوه؟ عايز ايه؟ منتظر يقول له عايز اخليك كونسلت من الاطباء عشان يرشحك التعب. فقال ابن مسعود ارجو رحمه ربي. يا سلام. فقال عثمان فاي شيء تخاف يا ابن مسعود؟ خايف من ايه؟ الواحد في الحاله دي بقى ساعه ما يبقى عيان والمرض شديد ويجي واحد يقول له خايف من ايه؟ يجي مطلع المنديل وماكي ومعيط. اه يا اولادي، من اللي هيكمل تعليمكم؟ من اللي هياخد ايدكم؟ من اللي هيسال عليكم بعدي؟ من اللي هيدخل عليكم؟ انما شوف ابن مسعود عثمان بيقول له اي شيء تخاف؟ فقال له اخاف عروق ربي. فقال
له عثمان أأستدعي لك الطبيب يا ابن مسعود؟ فقال له ابن مسعود الطبيب أمرضني. كل من عند الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فقال عثمان أوصي لبناتك بشيء من المال. كان ابن مسعود عنده 4 بنات مع الصبيان مخلي البنات كان يقدر يقول له يا امير المؤمنين حول لهم شيك برصيف على البنك الاهل المركزي. انما شوف ابن مسعود عليه وكيف اسألك المال وقد تركت لهم صورة الواقع من قرأها اول نهار وقاه الله الصقر طول يومه. يا سلام شوف صورة الواقع ما فيش طمع ما يمس شيء لغير الله. لنا خرقت لهم كنز من الكنوز التي لا تفنى. خرقت لهم صورة الواقعة اللي فيها صورة الواقعة صباحا ربنا بكتير فقر كل يوم. ايش واحد يقول لك لما الكلام ده للجماعة بقى الارزاقية اللي هما بيطلع الصبح عشان يتفادوا في دبوبة او يتفادوا في جيشين. انما ده انا راجل موظف حاجة اول كل شهر هاخد مرتبي تبقى الواقعة هتعمل لي ايه؟ ما فعلاش دايما تفتح في الامور كده يعني لو اخدش الكلام مسلم بيه ابدا. لا راجل اللي هو يسلم ينكش في دماغك كده ينكش. طيب ربنا يكتب شر واحد مؤذي يفتح عليك في اليوم ده يعمل لك خصم يومين. دايز ولا مش بتبقى حالة على فيك ولا عليك. ومراتك تدعي لك ربنا يفتح وشك 7 ابواب ويحبب فيك قلبه حتى الحظك قرصه. يبقى صورة الواقع هتنفعك. ما كان في واحد قاعد على الرصيف مخلع عسكري بوليس شايل وموديني كده يا سويس. قال لي موديك الاسم تحرك. قال الله يكرمك يما. قال له اتمنى. قال قبل ما تدعيني قبل ما اطلع دعك عليا وقلت ربنا يقعدك بدهية شديدة. يا اخي بعد كده ده فاصبح الصبح اقرا صورة الواقع. ارجوك ارجوك لان الدنيا مليانة بلاوي. واحد يقول لك لا بقرا ولا بحفظ. مش حاطط الصورة وما عرفش اقرا في المصحف. ربنا ادالك حاجة جميلة ادالك صورة الاخلاص اللي هي قل هو الله واحد. النبي قال من قرأها مرة كتب له ثواب من قرأ ثلث القرآن الكريم. ومن قرأها مرتين كتب له ثواب ثلث القرآن الكريم. ومن قرأها 3 مرات كتب له ثواب من قرأ القرآن الكريم. والنبي قال من قرأها في يوم 10 مرات فمأواه له قصرا في الجنة. ومن قرأها في يوم 100 مرة قال الله له يوم القيامة الجنة عن يمينك تدخل. القرآن وعظمة القرآن وجلال القرآن بيقول له احصي لبناتك بشيء من المال. قال له لا. طب سبت لهم ايه؟ سبت لهم صورة الواقع. صورة الواقع اللي يقرأ اول النهار يقيه الله شر الطاقة طول يوم. صورة الواقع. فإذا كان الله يعلم أن التعجيل في القبول وأن الخير في التعجيل عجل لك الإجابة. إنما إذا كان عارف أن الغنى هيفسدك سيؤجل القبول إلى الدار الآخرة. إذا لم يكن هناك تعجيل ولا تأجيل يخفف القضاء النازل من السماء. ولذلك فإن الدعاء والقضاء يتلاقيان ويظلان يتعالجان إلى يوم القيامة. يبقى القضاء نازل والدعاء مقابل له. عبل ما ينزل القضاء يخفف بسبب الدعاء. يبقى الدعاء يخفف القضاء النازل من السماء. رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك
فيه. ولذلك دعوا زكريا قال له فهب لي من لدنك وليا. راجل بلغ من السن ومن الكبر عتية وامرأة عقل لا تلد ومع ذلك يريد من الله ولدا واذا بالملائكة تنادي عليه يا زكريا ان الله يبشرك بيحيى. لا يأس من رحمة الله. لا يقنط من روح الله الا الضالون. لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. كان فين؟ كان في المحراب. كان في المحراب. كان في المسجد عندما بشر. ولذلك فان للمساجد اوتادا جلساؤهم الملائكة ان غابوا افتقدوهم ان كانوا مرضى عادوهم وان كانوا في شدة سألوا الله لهم. المساجد ان للمساجد اوتادا اوتاد الناس اللي بيعتادوا الجلوس في المساجد يعتبرون اوتادا لها. اللي بيعتادوا اداء القرائن في بيوت الله دول اوتاد المساجد. اذا غاب احدهم سالت الملائكة عنه. فلان مش باين النهارده ليه؟ ده مريض. مريض يلا بينا نفور واخدوا بعضهم وروحوا زوروه في بيته. الملائكة واذا حلت الملائكة ذهبت الشياطين. واذا كانوا في شدة فان الملائكة تدعو الله ان يخرج عنهم شدائدهم. دول اوتاد المساجد. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يعني بشروا بالغلام وسماه الغلام. شوفوا اكرام الله. بشره بغلام اسمه يحيى. يحيى ليحيى فيه معنى الحياة وفيه معنى الامل وفيه معنى الرضا. لم نجعل له من قبل سميا. يعني لم نسم احدا بهذا الاسم قبلك يا زكريا. فسيدنا زكريا الرب ان يكون لي غلام. وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. ده انا راجل عجوز وامرأتي عاقر وكيف ارزق الغلام ارزقه وانا كبير وامرأتي عاقر. ام اننا سنرجع الى عهد الشباب. واذا بالجواب يأتي في كلمة واحدة كذلك قال ربك هو علي هين. كذلك قال ربك هو علي هين. ولذلك عندما تضعف عقيدة العباد يلجؤون الى اقوام غير ذات الله. واحد مراته ما تخلفش تيجي واحدة وصلت لها واحد تقول لها ده بيفتح الكتاب وبيعرف يروح. يقعد الراجل برضه الدجال يقول لها ده انت لازم تجوز صار يتيم وارنب متجوز على مراته وخروف اسود ويديك نص ابيض ونص احمر ونص اصفر من علم الجمهورية. وتيجي الست تقول لي انت عايزه خروف وعايزه ديك والراجل غلسان يمكن ما بيفوقش اللحمه الا في مولد النبي. انما عايزه تخلف ومالها اللي انخلف من هذا الطريق ونسيت قوله تعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. عليم قدير. النبي بيقول في الناس اللي بتروح للكذابين والصحراء والكذابين شوف اسمع وطلع الحديث.